هندرس دلوقت مجموعة من اللونج بروبلمز على موضوع المحددات. أول تمرين بيقول لي لو أنا عندي المصفوفة A اللي هي 3 في 3 والمصفوفة B كانت 3 في 3، أوجد لي محدد الـ A ومحدد الـ B. علشان نوجد محدد الـ A أو الـ B قدامنا حلين اتنين، يا إما باستخدام القانون اللي بيقول لي هنحل باستخدام أي صف أو عمود ونختار الصف المحتوي على الأصفار الأكثر، أو إن احنا نستخدم الرو أوبريشنز ونحاول نوصل للأبر أو اللور تريانجلر فورم واللي فيها بيكون قيمة المحدد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي. فأسهل حاجة عندي إن أنا استخدم القانون العام مباشرة. هنيجي نقول التلاتة مضروبة في المحدد الناتج عن حذف صفها وعمودها، فما نحذف الصف والعمود الخاص بيها يبقى هيبقى لي الـ A 2 3 3، ادي الـ A 2 3 3. طيب وبعدين الأربعة هيبقى هنا نحذف الصف بتاعها اللي هو ده، وبعدين نحذف عمودها هيبقى لي 1 2 2 3 اللي هو المحدد دوت. وبعدين الأربعة هنحذف الصف الخاص بيها والعمود، يبقى المفروض هيتبقى لي 1 A 2 3. طيب ما ننساش موضوع الإشارات، إنه العنصر الأول هنا بيكون إشارته موجب، ده بيكون سالب وده بيكون موجب. يعني لما نيجي نقول الصيغة المستخدمة لإيجاد قيمة المحدد نقول موجب 3 مضروبة في المحدد الأصغر، وبعدين ناقص 1 مضروبة في المحدد الأصغر الخاص بالواحد، وبعدين زائد الأربعة مضروبة في المحدد الأصغر الخاص بها. طيب المحدد دوت على الشكل 2 في 2، علشان نحسبه بنضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي، يبقى هنا 3A ناقص 6 اللي هي دي، وهنا هيكون 3 ناقص 4، وهنا هيكون 3 ناقص 2A. طيب احنا شايفين هنا ان فيه 3 ناقص 4، 3 ناقص 4 اللي هي سالب 1 مباشرة. اما الجزئية الخاصة بال 3A ناقص 6 و 3 ناقص 2A فدي هنعمل توزيع للكميات، يعني هنضرب التلاتة في القوس دوت والاربعة في القوس ده، لكن الكمية تلاتة ناقص اربعة هنحاول نختصرها مباشرة. طيب التلاتة دي اما نضربها في تلاتة ايه هتديني تسعة ايه، تلاتة ناقص ستة طبعا هتديني سالب 18، وهنا كان فيه سالب اربعة مضروبة في سالب واحد، وزي ما قلنا السالب واحد جاية من التلاتة ناقص الاربعة، زائد 3 ناقص 2A مضروبة في الأربعة، يبقى هندخل الأربعة دي في التلاتة هتديني 12 ناقص 4 في 2A اللي هي 8A. طيب نرتب شغلنا، التسعة A زي ما هي، التمنتاشر زي ما هي، سالب 4 مضروبة في سالب 1 هيديني 4، وبعدين أما ضربنا الأربعة في القوس ده اداني 12 ناقص 8A. نجمع الكميات اللي فيها A مع بعضها والأرقام مع بعضها، في هنا 9A وهنا 8A، يبقى المفروض ان الفرق ما بينهم هيطلع A. بالنسبة للأرقام عندي سالب 18 وبعدين زائد 4 زائد 12، طيب الأربعة وال 12 يديني 16، سالب 18 زائد 16 يديني كام؟ هيديني سالب 2، يبقى قيمة المحدد الخاص بالA هيطلع بـ A ناقص 2. نعمل نفس الحركة مع محدد الB، هنكتب موجب سالب موجب علشان نحل باستخدام الصف الأول، ونقول موجب 2 آدي موجب 2 مضروبة في المحدد الأصغر الناتج عن حذف الصف والعمود اللي هيبقى لي 3 سالب 1 1 A. تمام، نيجي فيه السالب واحد، بس خلي بالكم ان هنا فيه
إشارة سالب أصلا في قانون الإشارات بتاعنا، يبقى سالب سالب واحد اللي هي تطلع كام؟ موجب واحد مضروبة في المحدد الأصغر الناتج عن حذف الصف بتاعها اللي هو ده والعمود بتاعها اللي هو ده، هيتبقى لي سالب خمسة سالب واحد زيرو A، سالب خمسة سالب واحد زيرو A. آخر عنصر اللي هو الصفرة مضروب في المحدد الأصغر اللي برضه ناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود الخاص به، يبقى الاتنين دول كده هيتبقى لي سالب خمسة تلاتة زيرو وبعدين واحد اللي هو ده. نختصر الكمية اللي قدامنا كده ونشوف الناتج هيكون كام. التلاتة مضروبة في الـA ناقص ناقص واحد يعني تبقى تلاتة زائد واحد، وبعدين هنا سالب خمسة A ناقص صفر في سالب واحد يعني سالب خمسة A، وبعدين هنا الصفر مضروب في أي كمية، طبعا هنا هيكون سالب خمسة ناقص الزيرو يعني هيديني هنا سالب خمسة، بس الصفر ما ينضرب في أي حاجة يبقى دي حطير. نشوف باقي الكميات، الاتنين دي هتتوزع هنا وتتوزع هنا، هيديني اتنين في تلاتة تديني ستة A زائد اتنين A وبعدين سالب خمسة A. نجمع كميات اللي فيها A مع بعضها، يبقى هنا كان عندي ستة A وهنا سالب خمسة A هيديني ال A، وهنا فيه الاتنين لوحدها يبقى الناتج النهائي هيبقى ال A زائد الاتنين. طيب الفقرة اللي بعدها بيقول لي هات لي محدد ال A B، محدد ال A B كده، واحنا عارفين ان المحدد بيتوزع على الضرب يعني هيساوي محدد ال A مضروب في محدد ال B اللي هو بيساوي ال A ناقص 2 مضروب في ال A زائد 2. طيب نضرب الاتنين دول في بعض ازاي؟ بالتوزيع. هنيجي نقول ال A دي هتنضرب في القوس ده كله سليم، يبقى تنضرب هنا وتنضرب هنا، ال A مضروبة في ال A يديني ال A تربيع، وال A مضروبة في الاتنين هيديني زائد 2 A. ناخد اللي سالب 2 دي نضربها برضو في القوس كله تبقى سالب 2 في ال A يعني سالب 2 A، وسالب 2 في 2 تديني سالب 4. طيب حضراتكم مش ملاحظين ان ال 2 A والسالب 2 A يطيروا بعض، يبقى هيتبقى لك ال A تربيع ناقص كام؟ 4 اللي هي بتساوي محدد ال A B. يبقى كده خلصنا من الجزء الأول ده. نيجي في اللي بعده اللي هو عايز محدد ال A ترانسبوز B لكل أس 4. طيب هو المفروض أما يكون عندي حاجة أس جوه المحدد فالمفروض الأس بيطلع بره، يعني تبقى كده، يبقى تبقى مكتوبة A transpose B محددها كله أس 4. طيب الكمية دي مش عبارة عن حاصل ضرب؟ واحنا لسه قايلين حاصل الضرب ايه اللي بيحصل فيه؟ انه بيتوزع، يعني هيديني ال A transpose مضروبة في ال B وكل ده كام؟ أس 4. طيب محدد ال A transpose من الخواص احنا عارفين ان هو بيساوي محدد ال A، يبقى اذا هيديني محدد ال A لوحده مضروب في محدد ال B، الكل ده كله أس كام؟ أس 4. طيب محدد ال A ضرب محدد ال B مش احنا لسه حاسبينه فوق كان بال A تربيع ناقص 4، يعني A تربيع ناقص 4 كده، الكل أس كام؟ الكل أس 4، ودوت هو الناتج النهائي للفقرة دي. طيب عايز مني كمان ان انا اجيب له محدد ال A inverse من الخواص بيساوي واحد على محدد ال A. طيب وال A بكام؟ او المحدد بتاعها كان A ناقص 2، فالمفروض ان محدد ال A inverse نقول بيساوي واحد على ال A ناقص 2 بس بشرط ان ال A ما تساويش كام؟ 2. ليه؟ لان ال A لو سوت 2 هيديني كمية غير معرفة اللي هي ما لا نهاية. التمرين اللي بعد كده نمط اتكرر برضو في الامتحانات والكويزات، بيقول لي عندك ال A
كان عبارة عن مصفوفة 3 في 3، اوجد لي قيمة المحدد بتاعها كدالة في الاكس. طبعا نلاحظ هنا في اكس موجود عندي. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن برضو نستخدم الطريقتين بتوعنا، يا اما نستخدم خواص المحددات ونحاول نوصل للتراينجلر فورم او الابر تراينجلر فورم او اللور تراينجلر فورم، وبالتالي قيمة المحدد هتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، او ان احنا نحل مباشرة بالقانون. طيب قبل ما نحل بالقانون هنضع الاشارات موجب سالب موجب، وقلنا دايما بنختار الصف المحتوي على اكتر عدد من الاصفار. فنقول موجب الاكس اللي هي الكمية دي مضروبة في المحدد الناتج عن حذف الصف والعمود، هيتبقى لي اكس سالب واحد سالب واحد اكس اللي هي دي. وبعدين ناخد الكمية التانية اللي هي هتكون سالب واحد مضروبة في المحدد الناتج عن حذف صفها وعمودها اللي هيكون واحد سالب واحد سالب واحد اكس، ادي واحد سالب واحد سالب واحد اكس، زائد اخر حاجة اللي هي موجب واحد نحذف الصف بتاعها والعمود الخاص بيها، هيتبقى لي واحد اكس سالب واحد سالب واحد اللي هي دي. نعمل ايه بعد كده؟ نختصر ونرتب شغلنا. هنيجي ده محدد من الدرجة التانية، فالمفروض ان قيمته بتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي، يعني نضرب الاكس في اكس هتديني اكس تربيع ناقص، اما تضرب السالب واحد في السالب واحد هيديني واحد اللي هي الكمية دي، ناقص واحد هتنزل زي ما هي هنا، مضروبة في واحد في اكس هتديني اكس، سالب واحد في سالب واحد هتديني موجب، بس ده انا المفروض القانون بيقول سالب اللي هو حاصل دول يعني سالب واحد، زائد واحد اللي هو هنا، واحد في سالب واحد هتديني سالب واحد، وبعدين هيكون فيه سالب من القانون مين؟ سالب واحد في اكس، سالب واحد في اكس يعني تديني سالب اكس، سالب في سالب هيديني كام هنا؟ هيديني موجب. طيب نعمل ايه؟ هنوزع ونختصر اكتر. اما تضرب الاكس في الاكس تربيع تديني اكس تكعيب، والاكس في سالب واحد هتديني سالب اكس، وبعدين السالب واحد ده يدخل في الاكس يديني سالب اكس، سالب واحد في سالب واحد هيديني موجب واحد، وبعدين هنا سالب واحد زائد الاكس اللي هي الكمية الاخيرة. هنعمل ايه؟ هنجمع الحاجات اللي شبه بعضها، على سبيل المثال الاكس مع بعضها. نشوف هنا سالب اكس وهنا في اكس، الاتنين دول يطيروا بعض، وهنا فيه موجب واحد وسالب واحد هيطيروا بعض، يبقى لنا الاكس تكعيب ناقص الاكس اللي هي الكمية دي. يبقى اذا اوجدنا محدد الايه على صورة دالة في الكمية اكس. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ يا ترى قيمة الاكس هتكون كام لو الماتريكس بتاعتي دي سينجلر؟ واشرح لي ايه اللي انت عملته. هو يعني ايه الماتريكس سينجلر؟ يعني المحدد بتاعها بيساوي زيرو. طيب ما انا لسه جايب المحدد، مش احنا كنا بنقول ان الاكس تكعيب ناقص الاكس دي بتساوي زيرو؟ دي معادلة تكعيبية، علشان نحلها هنعمل ايه؟ هناخد عامل مشترك. نلاحظ ان هنا في اكس وهنا في اكس، فناخد الاقل فيهم اللي هي مين؟ اللي هي الاكس، وبعدين نقسم الاكس تكعيب على الاكس، ادي الاكس تكعيب على الاكس ناقص نقسم الاكس دي على الاكس دي، يبقى هنا اكس على الاكس. طيب يساوي الاكس هي التكعيب على الاكس العادية. احنا عارفين ان قوانين الاسس اما نيجي نقسم بنطرح الاسس، ففي هنا اس واحد، يبقى اكس تكعيب على اكس اس واحد هيديني هنا اكس تربيع ناقص هنا اكس اس واحد، اكس اس واحد او اسف الاتنين دول هيطيروا بعض، يبقى المفروض هيديني هنا كام؟ هيديني واحد. يبقى المعادلة دي اللي هي الاكس تكعيب ناقص واحد ممكن نضعها على الشكل اكس في اكس تربيع ناقص واحد.
طيب احنا قايلين انها بتساوي زيرو، ولما يكون عندي مجموعة من الاقواس بتساوي زيرو فكل قوس منها بيساوي زيرو. يعني قصدك ان الاكس بتساوي زيرو والاكس تربيع ناقص الواحد بتساوي زيرو. طيب كده اوجدنا اول كمية. طيب لما الاكس تربيع ناقص الواحد بتساوي زيرو، مش ممكن نقول ان الاكس تربيع بتساوي واحد؟ اه. طيب وقلنا لما يكون فيه جذر تربيعي يبقى المفروض ان الناتج هيديني موجب وسالب على طول كده. يبقى اذا نقول ان الاكس بتساوي موجب وسالب الجذر الواحد. جذر واحد اصلا هو واحد، يبقى موجب وسالب كام؟ واحد. يبقى احنا كده اوجدنا ان قيمة الاكس بتساوي زيرو، وقيمة الاكس كمان بتساوي زائد وناقص الواحد. القيم دي بتخليني الماتريكس المسبقة سليم. دي عبارة عن سينجلر ماتريكس، يعني بيكون ملهاش انفرس. تمرين تاني برضو على نفس الفكرة، بيقول لي لو انت عندك البي كانت اكس تربيع اكس اتنين، وكان عندك اتنين واحد واحد، زيرو زيرو سالب خمسة، اوجد لي محدد او الديتيرمنت للبي كدالة في الاكس. طيب نعمل ايه؟ هنروح نجيب المحدد. قلنا يا اما نستخدم الرو اوبريشنز ونوصل للتريانجلر فورم، او ان احنا نستخدم القوانين. طيب نستخدم القوانين، يبقى ندور على الصف المحتوي على اكبر عدد من الاصفار عندنا. نلاحظ انه هيكون الصف الثالث. طيب نضع الاشارات موجب سالب موجب. طبعا الكميتين الاولانيين دول اللي هم الصفر، لما هنضربهم في اي حاجة هيطيروا بعض. يعني نيجي نقول مثلا الصفر مضروب في المحدد الناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود الخاص به، يبقى هنا اكس اتنين واحد واحد اللي هي هنا، وبعدين ناقص زيرو مضروبة في نحذف الصف برضه ونحذف العمود، هيتبقى لنا اكس تربيع اتنين اتنين واحد، يبقى هنا اكس تربيع اتنين اتنين واحد، وبعدين موجب خمسة، هي سالب مش موجب، موجب لان دي اشارة العناصر، وبعدين العدد نفسه سالب خمسة في المحدد الناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود الخاص به، يبقى اكس تربيع اكس اتنين واحد. طبعا الصفر اما ينضرب في حاجة يختفي، صفر في حاجة يختفي، يبقى قلنا الكمية الاخيرة وفقط اللي هي سالب خمسة مضروبة في الاكس تربيع اكس اتنين واحد. طيب ده محدد من درجة تانية. قلنا بنعمل ايه؟ بنضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر غير الرئيسي. يعني نقول الاكس تربيع مضروبة في واحد ناقص اتنين اكس، كل ده مضروب في كام؟ في سالب خمسة. طيب ده اللي هي قيمة المحدد النهائي. يبقى المفروض ان قيمة المحدد بتاعنا على صورة دالة في الاكس، يعني في اكس بس، هيطلع سالب خمسة مضروبة في الاكس تربيع ناقص اتنين اكس. الفقرة اللي بعدها بيقول لي اوجد لي بقى قيمة الاكس اللي تخلي المصفوفة بي سينجلر ماتريكس. سينجلر يعني معنى كده انه ملهاش انفرس، يبقى نون انفرتبل، يعني معنى كده انه هيكون المحدد بتاعها بيساوي زيرو. طب ما احنا لسه حاسبين المحدد اللي هو كان سالب خمسة في الاكس تربيع ناقص اتنين اكس بيساوي زيرو. طيب المفروض ان احنا هنضرب السالب خمسة جوه، يبقى يديني سالب خمسة اكس تربيع زائد عشرة اكس بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. والمعادلة دي معادلة تربيعية، ممكن نحلها باستخدام الآلة الحاسبة او ان احنا نفتكر معلومة كده. حضراتكم مش ملاحظين انه في هنا الاكس متكررة في الطرفين؟ يبقى ممكن ناخد الاكس عامل مشترك، بس بناخد مين؟ الاقل. فهنا في اكس وهنا اكس تربيع، يبقى هاخد الاكس عامل مشترك. طيب ما هي السالب خمسة والعشرة ارقام ممكن ناخد منهم عامل مشترك. طيب مين الصغير؟ السالب خمسة، يبقى معنى كده ان احنا ناخد عامل مشترك سالب خمسة اكس. طيب وبعدين
هنروح نقسم السالب 5 اكس تربيع على سالب 5 اكس، وبعدين نيجي قايلين كده ال 10 اكس هنقسمها على سالب 5 اكس. طيب السالب 5 دي هتطير مع السالب 5 اللي تحت، وواحدة من الاكس هتطير مع الاس، هيتبقى لنا مين؟ هيتبقى لنا هنا الاكس بس دي، يبقى هنا هيتبقى لنا سالب 5 اكس في الاكس. طيب اما نيجي نقسم ال 10 اكس على سالب 5 اكس، الاكس دي هتطير مع الاكس دي، 10 على سالب 5 هتديني سالب 2، يبقى معنى كده ان انا حولت المعادله دي الى قوسين مضروبين في بعض. طيب انت مش قايل لي ان المحدد بيساوي زيرو؟ يعني معنى كده ان السالب 5 اكس مضروبه في اكس ناقص 2 بتساوي زيرو. ولما يكون عندنا مجموعه من الاقواس بتساوي زيرو، فان القوس الاول او الكميه الاولى بزيرو والكميه الثانيه بزيرو. طيب لو السالب 5 اكس بتساوي الزيرو، يبقى على طول تقول لي ان الاكس بتساوي زيرو. طيب والاكس ناقص 2؟ الاكس ناقص 2 برضو بتساوي زيرو، يبقى اكس ناقص 2 بتساوي زيرو، الاتنين نوديها الطرف التاني، يبقى الاكس بتساوي كام؟ 2. يبقى معنى كده ان قيمة الاكس بتساوي زيرو او 2 لما تكون البي هي سينجلر ماتريكس. التمرين اللي بعده برضو على نفس النمط، بيقول لي عندي مصفوفة عبارة عن 3 في 3، اوجد لي قيمة المحدد الخاص بيها كدالة في السي. طيب نشوف، قلنا هنختار الصف المحتوي على اكتر عدد من الاصفار، مفيش. طيب خلاص نخلينا في الصف اللي هو الاصغر اللي ارقامه صغيرة شوية، هيكون الصف الاول. فنكتب الاشارات، نقول هنا موجب سالب موجب، ونيجي نقول الواحد اللي هو العنصر ده مضروب في المحدد الأصغر الخاص به اللي هيكون 9C C3، 9C C3 ناقص العنصر ده اللي هو الواحد مضروب في المحدد الأصغر اللي هو هيكون ناتج عن حذف الصف بتاعه اللي هو ده في العمود، يديني 1C 1 3 1C 1 3، وبعدين زائد 1 برضو مضروب في المحدد الأصغر اللي هو الناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود الخاص به، يبقى هيديني هنا 1 وهنا 9، وبعدين 1 9 1 سي 1 9 1 سي. طيب هنعمل ايه؟ هنختصر المحددات الصغيرة، يبقى نقول 9 في 3 هتديني 27 ناقص السي سي يعني سي تربيع ناقص الواحد اللي هي دي، وبعدين 1 في 3 هتديني 3 سالب سي، تمام، زائد 1 اللي هي الكمية اللي هنا، 1 في سي هيديني سي ناقص 9. طيب نرتب شغلنا ونشوف الاختصار هيودينا لإيه. هنيجي نقول 27 زي ما هي، وهنا سالب سي تربيع زي ما هي، إشارة السالب دي هتدخل على القوس هنا وعلى القوس هنا فتغير إشارته، يبقى تديني سالب 3 اللي هي هنا زائد السي، تمام، وبعدين زائد السي ناقص 9. نعمل ايه؟ هنجمع الكميات المتشابهة مع بعضها. طيب ده هنا 27 وهنا في 3 وهنا في سالب 9، يبقى سالب 3 سالب 9 تديني سالب 12، وهنا كان في كم بالموجب؟ 27. ال 27 لما نطرح منها 12 هتديني 15 اللي هي الكمية دي. طيب بعد كده في كام؟ سالب السي تربيع ننزلها هنا، وهنا في سي زائد سي هيديني 2 سي، يبقى اذا محدد البي بيساوي 15 زائد 2 سي ناقص السي تربيع. الفقرة بي جاي بيقول لي اوجد لي قيمة السي اللي تخلي الماتريكس دي سينجلر. قلنا سينجلر يعني معنى كده ان المحدد بتاعها بيساوي زيرو، فهناخد المحدلة بتاعتنا دي اللي هي 15 زائد 2 سي ناقص السي تربيع بيساوي زيرو، ونحلها باستخدام الآلة الحاسبة. هنعمل ايه؟
طبعا انا بتكلم على آلة الحاسبة اللي هي 991 اف اكس تقريبا ال. الآلة دي هنضغط على مود وبعدين 5 وبعدين 3، بكده بندخل لحل المعادلة التربيعية. طيب نعمل ايه؟ ندخل المعاملات بتاعة القيم دي. بس خلي بالك اما تيجي تدخل المعاملات انت بتدخل معامل الاكس تربيع وبعدين البي اكس وبعدين السي. يعني ايه؟ خلينا نرتب المعادلة دي على الشكل هنا. فاحنا بديين بمين؟ بالحاجة اللي فيها التربيع، يبقى اللي هي تبقى سالب سي تربيع، سالب سي تربيع. وبعدين المفروض الحاجة اللي فيها اكس او فيها السي اللي هي 2 سي، يبقى زائد 2 سي. اخر حاجة اللي هو الثابت، الثابت بتاع اللي هو كم هنا؟ 15. طيب المفروض احنا قلنا هنكتب مود وبعدين 5 وبعدين 3 علشان ندخل لنظام حل المعادلة التربيعية. هنكتب معامل السي تربيع، معامل السي تربيع اللي هو سالب 1 وبعدين نضغط يساوي، وبعدين نكتب معامل السي اللي هو 2 وبعدين يساوي، وبعدين ال 15 وبعدين يساوي، وبعدين يساوي كمان علشان الآلة الحاسبة تحسب قيم المعادلة التربيعية دي. هتلاقي تكتب لك الآلة الاكس 1 بتساوي 5، اضغط يساوي كمان هتديك الاكس 2 بتساوي سالب 3. يبقى اذا المصفوفة بي هتبقى سنجلر لو السي بتساوي سالب 3 او 5. التمرين اللي بعده محتاج شوية تركيز مننا علشان نفهمه. فبيقول لي هنا لو عندك الايه تربيع كانت بتساوي المصفوفة دي والايه بي كانت المصفوفة دي، اوجد لي الايه انفيرسا ومحدد الايه ومحدد البي. طيب هي الايه تربيع المصفوفة دي ما بتفكركوش بحاجة؟ دي شبه مصفوفة الوحدة اللي هي اي. الاي دي المفروض انها عبارة عن مصفوفة قطرية كل عناصرها صفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي بتكون واحد. يبقى الاي تربيع بتساوي مين؟ بتساوي اي. طيب ما هي الاي تربيع دي ممكن نقول انها الاي ضرب الاي، بتساوي كام؟ بتساوي الاي. طيب ده انا عايز احسب الاي انفيرس. طب ما تيجي نضرب الطرفين في الاي انفيرس، يعني نضرب هنا في الاي انفيرس ونضرب هنا في الاي انفيرس كده. هو الاي انفيرس في الاي يعني اي مصفوفه في الانفيرس بتاعها مش يطيروا بعض ويبقى لنا الاي، يعني هنا الاي في الاي بيساوي الاي انفيرس مضروبه في الاي. طيب واي مصفوفه تنضرب في الاي تطلع زي ما هي، يبقى اذا الاي بتساوي الاي انفيرس. يعني معنى كده ان المصفوفه والانفيرس بتاعها الاثنين ليهم نفس القيمه. سليم؟ يبقى اذا الايه انفيرس على طول قيمتها بتساوي مين؟ بتساوي الايه. وده حل الفقره الاولى. طيب نيجي للي بعده، هو عايز مين؟ محدد الايه. مش احنا عارفين ان الايه تربيع كمصفوفه بتساوي الاي او اللي هي الايدنتيتي ماتريكس. طيب خلينا ناخد محدد الطرفين. يبقى اذا محدد الايه تربيع بيساوي محدد الاي. طيب هي الاي دي مصفوفة الوحدة زي ما انتوا شايفين كده، القيمة بتاعتها بتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، يعني معنى كده 1 ضرب 1 ضرب 1. يبقى محدد الايه تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 1. لكن انا مش عايز الايه تربيع. احنا عارفين ان الايه تربيع كده بتنكتب بالشكل ده كمان، محدد الايه الكل تربيع. يبقى اذا محدد الايه لكل تربيع بيساوي 1. طيب ينفع ناخد الجذر التربيعي للطرفين؟ ينفع. يعني نقول الجذر التربيعي للايه تربيع كده بيساوي الجذر التربيعي للواحد، بس يكون هنا موجب وسالب. طيب الايه تربيع او اللي هي محدد الايه الكل تربيع، الجذر التربيعي بتاعه هيطيروا بعض، يعني ده والجذر يطيروا بعض ويديني محدد الايه. وهنا موجب وسالب الجذر 1، جذر 1
قيمته واحد نفسه، فمعنى كده انه هيديني موجب وسالب واحد. يبقى احنا كده اوجدنا محدد الـ A بيساوي موجب سالب الواحد. طيب اخر فقرة عايزين محدد الـ B. هو نشوف كده محدد الـ B بان احنا نطلع على المصفوفة. المصفوفة بتاعت الـ A بـ E فيها صف صفري، وقلنا لما يكون مصفوفة فيها صف صفري او عمود صفري يبقى على طول قيمتها بتساوي زيرو. سليم؟ يبقى اذا محدد البي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. بس ده احنا عارفين انه من المحددات حاصل الضربة ممكن نوزعه، او الضربة بيتوزع على المحددات. يبقى اذا محدد الاي مضروب في محدد البي بيساوي زيرو. طيب ده احنا اوجدنا كمان من الفقرة اللي فاتت ان محدد الاي كان عبارة عن موجب وسالب واحد، يعني خلينا نقول ان هنا رقم. طيب رقم مضروب في حاجة بيساوي زيرو، يبقى بالتأكيد الحاجة دي هتكون كام؟ هتكون زيرو. يبقى اذا محدد البي هيطلع بزيرو. طبعا التمرين ده فكرته واسلوبه مختلف شوية، فخلي بالكم منه. تمرين رقم 4 مديني المصفوفة A على السايز 4×4، وبيقول لي اوجد لي المحدد لسالب 2 الـ A تربيع، وكمان اوجد لي حل اللينير سيستم AX بتساوي 0. سليم؟ أول حاجة احنا عارفين لما يكون المصفوفة اللي موجودة عندي على شكل 2×2 فليها طريقة، لما يكون في 3×3 برضو ليها طريقة معينة، او نحن هنستخدم الرو اوبريشنز. اما في حالة الـ4×4 ماتريكس فما قدمناش غير ايجاد الترينجلر فورم بانواعها المختلفة، سواء الابر ترينجلر فورم او اللور ترينجلر فورم. طيب هي الابر ترينجلر فورم مقصود بها ايه؟ دي المصفوفة بتاعتي وده القطر الرئيسي، فالمفروض انه بيكون هنا في ارقام وبيكون هنا في اصفار تحته كده على الشكل دوت. فاحنا عايزين نخلي العنصر الرئيسي او اللي هو الليدنج انتري في الصف الاول تحته كله اصفار، وهنا الليدنج انتري دوت هيكون تحته اصفار وهكذا. طبعا ده بيتم باستخدام الرو اوبريشنز. طيب خلينا نشوف كده الليدنج انتري في الصف الاول كان كام؟ كان واحد. احنا عايزين نخلي القيم اللي تحته كلها تكون اصفار، يعني عايزين نخلي الواحد دوت زيرو. طيب اعمل ايه؟ هنضرب الصف الاول في سالب واحد ونجمعه على الصف الثاني. الصف الاول لما نضربه في سالب واحد يبقى هنا سالب واحد، سالب اتنين، وهنا اتنين، وهنا هيبقى سالب واحد. نجمع مع الصف الثاني سالب واحد مع الواحد هيديني زيرو، سالب اتنين زائد الواحد هيديني سالب واحد، اتنين ناقص واحد هيديني واحد، سالب واحد زائد الزيرو هيديني سالب واحد. يبقى كده جبنا صفرة في اول الصف التاني. طيب الصف التالت عايزين العنصر ده يكون زيرو، يبقى هنجمع عليه سالب اتنين. طيب السالب اتنين نجيبها منين؟ من الصف الاول بضربه في سالب اتنين. يبقى نقول هنضرب الصف الاول في سالب اتنين ونجمعه على الصف التالت ونخزن الناتج الجديد في الصف التالت. يبقى هنا هيبقى فيه سالب اتنين، سالب اربعة، اربعة، سالب اتنين. نجمع الكمية دي مع الصف التالت يبقى سالب اتنين مع الاتنين هيديني زيرو، سالب اربعة زائد الاربعة هيديني زيرو، اربعة ناقص خمسة هيديني سالب واحد، سالب اتنين زائد الاربعة هيديني كام؟ اتنين. نيجي للصف الرابع والاخير، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي السالب اتنين دي تبقى زيرو. طب عشان اخليها زيرو اجمع عليها كام؟ هنجمع عليها اتنين. طيب الاتنين دي نجيبها منين؟ بضرب الصف الاول في اتنين، فما تضرب ده في اتنين يبقى اتنين كده، وهنا اربعة، سالب اربعة، وهنا اتنين. اجمع ده مع ده يبقى اتنين سالب اتنين هيديني هنا زيرو، اجمع الاربعة ناقص الاربعة هيديني زيرو، سالب اربعة زائد الاربعة هيديني زيرو، اتنين ناقص الواحد هيديني واحد. هل وصلنا للأبر تريانجلر فورم؟ عندنا ده القطر الرئيسي اللي فوقه أرقام
واللي تحته كلها اصفار يبقى وصلنا للأبر تريانجلر فورم. طيب احنا عارفين ان المحدد في حالة الأبر تريانجلر فورم او اللور تريانجلر فورم او الدياجونال فورم بيكون حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، يعني هنضرب واحد في سالب واحد في سالب واحد في واحد هيديني ناتج كام؟ واحد. يبقى احنا كده اوجدنا قيمة محدد الـ A، بس ده مش عايز مني قيمة المحدد A، ده عايز قيمة محدد السالب 2 A تربيع. طيب يعني عايز كده سالب 2 A تربيع. احنا عارفين لما يكون هنا فيه رقم جوه المحدد فان الرقم ده بيطلع بره المحدد أس السايز الخاص بالمصفوفة. طيب والمصفوفة اللي كانت عندي كانت كام؟ كانت 4 في 4، يعني معنى كده ان احنا نقول بيساوي سالب 2 الكل أس 4 مضروب في الـ A تربيع محددها. طيب بس انا ما عنديش محدد الـ A تربيع. ما احنا هنيجي نقول كده سالب 2 الكل أس 4 تنزل زي ما هي، ودي المفروض انها تبقى محدد الـ A الكل تربيع. طيب عندك محدد الـ A؟ ما احنا اوجدنا قيمته، يعني هيكون سالب 2 الكل أس 4 مضروبة في الواحد تربيع. سالب 2 أس 4 تديني 16، والواحد تربيع يعني مضروب في واحد، يبقى الناتج النهائي هيطلع كام؟ 16. بالنسبة للفقرة التانية ففي أسلوبين للحل. الفقرة التانية بيقول لي أوجد لي السوليوشن لللينير سيستم الـ AX بتساوي 0. في نظرية عندي بتقول لي إيه؟ لما يكون الـ A اللي هي الكوفيشنت ماتريكس اللي هي زي اللي عندي دي كانت نون سينجلر، يعني المحدد بتاعها لا يساوي 0. فعلا المحدد بتاع الـ A احنا اوجدنا قيمته بتساوي 1، يعني لا يساوي 0. وكان السيستم اللي انت بتحله هو هوموجينيوس سيستم، يعني الـ AX بتساوي 0، فان السيستم ده بيكون لي حل وحيد وفقط اللي هو بيسموه التريفل سوليوشن. وكلمة تريفل لان قيم المتغيرات اللي موجودة عندك بتكون كلها اصفار، يعني الاكس بتساوي 0، الواي بزيرو، الزد بزيرو، والدبليو بزيرو. ومعلش هنا في خطأ، احنا محتاجين نشطب الاصفار اللي على اليمين دي كلها ونخلي صفر واحد فقط. طيب انا ما افتكرتش النظرية دي وانا بحل، هل ممكن احلها يدويا ويطلع الحل بتاعي مظبوط؟ احنا دلوقتي عارفين انه مصفوفة الكوفيشنت كان شكلها دوت. طيب نكتب الاوجيومنتد ماتريكس ازاي؟ ان احنا هنضع الثوابت بتاعتي كلها اصفار، مش هو عايزها الـ A X بتساوي 0، واحنا عندنا الـ A اللي هي الكوفيشنت، والـ X دي المجاهيل اللي احنا ما نعرفهاش، والزيرو دي هي مصفوفة الثوابت. يبقى دلوقتي دي مين؟ دي هي بقت الاوجيومنتد ماتريكس. طب عايزين نوجد قيم الاكس والواي والزد والدبليو. نقرا المعلومات بتاعتنا من اسفل او من الصف الرابع. هنيجي نقول واحد من الدبليو قيمته 0، يعني الدبليو بكام؟ بزيرو. الصف اللي بعده هنيجي نقول سالب الزد زائد 2 الدبليو بيساوي 0. طب ده انت لسه قايل ان الدبليو بزيرو، يعني دي هتختفي، يبقى المفروض ان السالب 6 بتساوي 0، او تقدر تقول ان الزد بتساوي كام؟ 0. اطلع للصف الثاني، فالمفروض هنيجي نقول سالب الواي، يبقى سالب الواي زائد الزد ناقص الدبليو بتساوي 0. طيب الدبليو قلنا بزيرو والزد بزيرو، يعني عندك سالب واي بيساوي كام؟ 0، ومنها تقدر تقول ان الواي بيساوي 0. طيب بعد كده اخر صف اللي هو الاكس زائد 2 واي ناقص 2 زد زائد الدبليو بيساوي 0. انت قلت الدبليو بزيرو والاكس بزيرو والواي بزيرو، يبقى التلاتة دول اختفوا، يبقى هنا الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 0. يعني اوجدت ان قيم الاكس والواي والزد والدبليو 0 0 0 0. طب ما هذا اللي بنسميه التريفل سوليوشن، يبقى انت كده اثبتها رياضيا، وفي نفس الوقت كان ممكن تستخدم النظرية بتاعتك.
يبقى تاني لما يكون عندي A والA هي الكوفيشنت ماتريكس وكانت الكوفيشنت ماتريكس دي نون سينجلر ماتريكس يعني المحدد بتاعها لا يساوي زيرو، فعندنا حالة خاصة لما يكون السيستم بتاعي هوموجينيوس سيستم يعني A X بتساوي زيرو، فإن السيستم ده بيكون لي التريفل سوليوشن اللي هو قيمة الإكس بتساوي كلها أصفار. التمرين اللي بعد كده مديني مصفوفة برضو 4×4 وبيقول لي أوجد لي قيمة المحدد بتاعها ووجد لي محدد 2 A أس سالب 1 ومحدد ماينس الـ A ترانسبوز. علشان نحل سواء الفقرة A أو الـ B لازم نروح نجيب قيمة المحدد. طيب المصفوفة دي كان في كام؟ كانت 4×4، يبقى لازم نستخدم الرو أوبريشنز علشان نوصل للأبر أو اللور تريانجلر فورم. يعني معنى كده ان احنا لازم العنصر الرئيسي او العنصر الاول في الصف الاول يكون اي رقم بس تحته هيكون كلهم اصفار. طيب هنا تحته كلهم اصفار ماشي، المفروض هنا نعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا عايزين هنا يكون فيه رقم، او ممكن نفكر باسلوب تاني. في التريانجلر فورم لو احنا فاكرين كده كان بيبقى فيه قطر رئيسي وبعدين هنا بيكون فيه ارقام وبعدين هنا بيكون زيرو 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 وهنا كده صفرين كده وهنا زيرو. هل الشكل ده زي الشكل ده ولا في حاجة معكوسة؟ نشوف كده. الصف الاخير او الرابع فيه تلات اصفار، لا ده فيه صفر واحد. طب والصفر الواحد ده هو مين؟ هو الصف التاني، يعني ده المفروض يكون التاني. طيب فين اللي فيه تلات اصفار اللي هو ده؟ يعني المفروض ان ده يكون الرابع. شفتوا؟ يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنبدل الصف التاني مكان الرابع علشان يبقى الشكل بتاعي على الترينجلر فورم. طيب هو احنا ما نبدل صف مكان صف او عمود مكان عمود مش عارفين ان قيمة المحدد بتنعكس؟ يبقى اذا دلوقتي قيمة المحدد بتساوي سالب. طيب وبدلنا مين؟ بدلنا الصف التاني مكان الصف الرابع. هل وصلنا للأبر تريانجلر فورم؟ ممتاز. هنلاحظ كده ده القطر الرئيسي بتاعي وهنا في أرقام وبعدين ده مثلث صفري. طيب طالما وصلت للأبر تريانجلر فورم يبقى المفروض انه عندك قيمة المحدد بتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي اللي هي 1 × 1 × 1 × 2، يعني هيطلع كام؟ هيطلع 2. بس خلي بالك ده كان فيه إشارة سالب قبل كده أما عكسنا أو بدلنا العمود التاني مع الرابع، يبقى الناتج يطلع سالب 2. يبقى أنت كده أوجدت إن محدد الـ A بتساوي سالب 2. طيب تعالوا كده نشوف الفقرة B. الفقرة B بيقول أنا عايز محدد الـ 2 A انفرس. تاني كنا بنقول إن الرقم اللي موجود جوه المحدد بيطلع بره بالسايز الخاص بالمصفوفة. طيب والسايز الخاص بالمصفوفة كان كام؟ كان 4×4، يبقى يطلع 2 أس 4 في محدد الـ A inverse اللي هو بيساوي 2 أس 4 زي ما هي. محدد الـ A inverse دوت نفكه يبقى 1 على محدد الـ A. طيب الـ 2 أس 4 تطلع 16. 1 على محدد الـ A هو محدد الـ A احنا مش لسه حاسبينه كان بسالب 2، يعني هيكون 1 على سالب 2 كده، يعني اكنه 16 على سالب 2 هتديني سالب 8. طيب بالنسبة للفقرة الاخيرة جاي بيقول ايه؟ انا عايز محدد سالب الـ A ترانسبوز. طيب سالب الـ A ترانسبوز تاني السالب دي تطلع برة بس هي المفروض انها تبقى تكون سالب 1، يعني السالب 1 تطلع برة. طيب وتبقى أس كام؟ أس السايز الخاص بالمصفوفة، يعني سالب 1 أس 4 مضروب في الـ A ترانسبوز. بس ده أنا ما عنديش حاجة اسمها الـ A ترانسبوز. لا، في خاصية بتقول إن الـ A ترانسبوز بتساوي محدد الـ A، وأنت عندك محدد الـ A بيساوي سالب 2، يعني هيديني سالب 1 الكل أس 4 مضروب في سالب 2. طيب سالب 1 أس 4 تديني 1، يعني ده يختفي كده عشان هيديني 1 مضروب في سالب 2،
يبقى التوتال يبقى سالب 2. جاي بعد كده برضو بيقول لي حلني اللينير سيستم اللي هو الـ AX بتساوي 0. قلنا لما يكون الكوفيشنت ماتريكس بتاعتي قيمتها لا تساوي 0، هي في حالتنا كانت بسالب 2، يبقى المفروض ان الـ A هي نون سينجولار ماتريكس. وفي حالة الهوموجينيوس سيستم اللي هو الـ AX بتساوي 0، فالمفروض انه الـ X بتاعتي هنا او السيستم ده هيكون للتريفل سوليوشن وفقط. ومرة تانية انا كتبت هنا المحدد او المصفوفة دي خطأ، فالحل بتاعها هيكون 4 أصفار مصفوفة على السايز 4 في 1. بالنسبة للسؤال رقم 6 جاي بيقول لي ايه؟ لو انت عندك الـ A كانت A1 A2 3 B1 B2 3 C1 C2 3، وكان الـ A محدد بتاع الـ A كان بـ4، عايزين محدد شايفين هنا محدد مش مصفوفة، محدد الـ 2C1 ناقص الـ A1 B1 2C2 ناقص الـ A2 B1 أو B2 2C3 ناقص الـ A3 B3. يبقى معنى كده ان احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نوصل من المحدد ده للمصفوفة او المحدد الاصلي بتاعي اللي قيمته كانت بـ4 زي ما خدنا قبل كده. نلاحظ اول حاجة ايه؟ اول حاجة فيه 2 ممكن ناخدها عامل مشترك من العمود الاول، فما ناخد عامل مشترك من العمود الاول يبقى الاتنين تطلع بره. ده كمان فيه السالب ممكن ناخدها عامل مشترك من العمود التاني، يبقى على طول طلعنا سالب 2 عامل مشترك من العمود الاول والتاني. ابقاني الشكل ده، هل الشكل ده هو نفس المصفوفة اللي كانت فوق اللي هي A1 B1 C1؟ لا، ده معناها كده ان احنا غالبا هنغير الصف التاني مكان الصف الاول، علشان البداية بتاعتي تكون بمين؟ بالA. طيب وقايلين لما نبدل صف مكان صف او عمود مكان عمود يبقى هنغير الاشارة او نضرب قيمة المحدد في سالب. طيب بدلنا وضربت هنا في كام؟ سالب. شايفين السالب دي ناتجة عن عملية إبلاء ابدال العمود التاني مع العمود الاول. طيب بدلناهم، هل المحدد الجديد هو نفس الاصل؟ نشوف كده المحدد الاصلي كان كام؟ كان A B 1 C 1، لكن ده اللي عندي A 1 A 2 A 3. طيب نشوف الصف نفسه مكتوب كام؟ A 1 وبعدين A 2 وبعدين A 3. لا برضو. طيب نعمل ايه؟ نلاحظ كده العمود دوت، العمود ده ماشي ازاي؟ العمود ده ماشي A 1 عادي A 1 وبعدها في B 1 وبعدين C 1. يعني معنى كده ان احنا محتاجين نبدل السي واحد مكان البي واحد. طيب يعني هنبدل عمود التاني والتالت، نبدل اعمدة يبقى نغير الاشارة، معنى كده انه هيبقى سالب 2، يبقى القصة دي كلها هتبقى كام؟ سالب 2. واحنا بدلنا العمود التاني والعمود التالت، بقى عندي ايه واحد بي واحد سي واحد، ايه 2 بي 2 سي 2، A3 B3 C3. هل ده هو النسخة الأصلية؟ لا، مختلف. إزاي؟ لو بصيت كده تلاقي مكتوب A1 B1 C1، يعني هنا الـ A1 B1 C1 هنا صف، وهنا الـ A1 B1 C1 كده كانت عمود. يعني احنا عملنا ايه؟ حولنا الأعمدة لصفوف. ده مين اللي بيعمل الحركة دي؟ الترانسبوز. فلو احنا قلنا هنا هناخد الترانسبوز الخاص بالمصفوفة دي او بالمصفوفة دي، يبقى المفروض هنعمل ازاي؟ هتبقى A1 B1 C1، ده كان الصف هنقلبه عمود يبقى A1 B1 C1، وده الصف التاني يبقى العمود التاني يبقى A2 B2 C2، وهنا A3 B3 C3. هل ده اللي هو عايزه او اللي هو المحدد الاصلي؟ نعم. طيب كانت قيمته المحدد الاصلي كام؟ كانت قيمته بـ4. يعني احنا معنى كده ممكن نشيل
القصة دي كلها كده ونستبدلها بكام؟ باربعة. طيب سالب اتنين مضروبة في اربعة يديني كام؟ سالب تمانية. يبقى معنى كده ان الكمية اللي هو عايزها دي كلها بكام؟ بتساوي سالب تمانية، واوجدناها باستخدام خواص المحددات. طيب الفقرة اللي بعدها بيقول لي انا عايز السوليوشن لللينير سيستم اللي هو الايه اكس بتساوي زيرو. فين الايه اللي هي دي؟ هل المحدد بتاعها لا يساوي زيرو؟ نعم، وقلنا لما المحدد الخاص بالكوفيشنت ماتريكس لا يساوي زيرو، وكنا بنحل سيستم اللي هو الهوموجينيوس سيستم او الايه اكس بتساوي زيرو، فان الحل بتاعي بيكون هو التريفل سوليوشن، يعني قيم المتغيرات اللي هي الاكس والواي والزد هتبقى كلها كام؟ اصفار. نشوف كده الحل. احنا عندنا المحدد بتاع الايه لا يساوي زيرو، صح؟ لان محدد الايه بيساوي اربعة، وبالتالي هتكون الايه هي نون سينجلر ماتريكس، يعني ليها انفيرس. ولو بنحل السيستم الايه اكس بتساوي زيرو، فالمفروض ان السيستم ده بيكون ليه فقط التريفل سوليوشن. التريفل سوليوشن اللي هو المتغيرات بتاعتي بتساوي المصفوفة الصفرية، يعني معنى كده ان الاكس بتساوي زيرو والواي بتساوي زيرو والزد بتساوي زيرو. وطبعا برضو هنا انا كاتبها غلط، هي المفروض انها تطلع زيرو زيرو زيرو، ثلاث صفوف في عمود واحد. اخر تمرين عندنا جاي بيقول لي ايه؟ لو انا عندي هنا لينير سيستم، اللينير سيستم كان اكس واي اتنين زد بيساوي تسعة، 2x زائد 4y ناقص 3z بتساوي 1، وبعدين 3x زائد 6y ناقص 5z بتساوي 0. اوجد لي الديتيرمينانت لمين؟ للكوفيشنت ماتريكس. هو مش عايز يحل السيستم ولا حاجة، ده هو عايز محدد الكوفيشنت ماتريكس، يعني عايز محدد المنطقة دي، ملوش علاقة بالثوابت. طيب هنعمل ايه؟ هنقول قيمته تبقى واحد واحد اتنين، وبعدين اتنين اربعة سالب تلاتة، وبعدين تلاتة ستة سالب خمسة. عايزين نجيب قيمته، فاحنا على طول هنستخدم الحل باستخدام الصف او العمود المحتوي على اكبر عدد من الاصفار، سليم، ونستخدم المحددات المرافقة. فهنحل باستخدام الصف الاول. فين الصف الاول؟ هنضع الاشارات، يبقى هنا موجب سالب وهنا موجب. ونيجي نقول الواحد هينضرب في الصف في المحدد الأصغر الناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود الخاص به، يبقى لنا 4 سالب 3 6 سالب 5 اللي هو ده. وبعدين نيجي نقول سالب 1 طبعا زائد سالب 1 مضروبة في المحدد الأصغر الناتج عن حذف الصف بتاعه والعمود، يبقى هيبقى لنا 2 سالب 3 3 5، 2 سالب 3 3 سالب 5. وبعدين الاثنين اللي هو العنصر الاخير هنحذف الصف بتاعه ونحذف العمود، هيتبقى لنا 2 4 3 6. نعمل ايه؟ هنتخلص من المحدد اللي هو على السايز 2 في 2، نضرب 4 في سالب 5 تديني سالب 20 ناقص سالب 3 في 6، يبقى مكتوبة ازاي؟ سالب 20 ناقص ناقص 3 في 6 كده. طيب سالب 20 زي ما هي، سالب 3 في سالب في 6 تديني سالب 18، وهنا في سالب يبقى هنا هيبقى زائد 18، يعني الناتج يطلع سالب 2 زي ما انتوا شايفين. نيجي في اللي بعده اللي هو 2 في سالب 5 هتديني سالب 10، سالب في سالب هتديني زائد 9 كده، يبقى اذا سالب 10 زائد 9 هتديني سالب 1. سالب 1 اما تنضرب فيه سالب 1 اللي هي الاصل هيديني 1. تاني الجزئية دي عشان الاشارات بس ساعات بتعمل مشكلة، ده سالب 1 اللي هو كان بره. المفروض دلوقتي 2 في سالب 5 هيديني سالب 10، وبعدين هنا في سالب، دي من القانون، سالب مين؟ 3 في سالب 3، 3 في سالب 3 تديني سالب 9، يبقى هنا كده صح.
طيب سالب 10 سالب في سالب هيبقوا جمع، يبقى دي بقت زائد. طيب سالب 10 زائد 9 القصة دي تديني سالب 1، سالب 1 مضروب في سالب 1 يبقى الناتج هيطلع كام؟ هيطلع موجب 1. طيب اخر حاجة اللي هي الاتنين مضروبة في 2 4 3 6، هنعمل ايه؟ هنضرب عناصر القطر الرئيسي اللي هي 2 في 6 تدينا 12 ناقص 3 في 4 يعني 12، 12 ناقص 12 تديني 0، 0 في 2 يبقى 0، يبقى هيتبقى لي الكمية اللي هي سالب 2 زائد الواحد يديني سالب 1. طبعا احنا ممكن نحل ونوجد قيمة المحدد باستخدام الآلة الحاسبة، لكن لازم نكتب الخطوة دي، يعني انت ممكن ما تعملش العمليات الأخيرة دي، لكن لازم تكتب لي الحل باستخدام صف أو عمود، وتيجي عامل يساوي كده، وتيجي حاطط لي الناتج اللي انت حسبته بالآلة الحاسبة، لكن دي لازم تنكتب علشان ما نخسرش الدرجات. نيجي في التمرين اللي بعد كده، عايز محدد سالب 2 الـ A تربيع في الـ A ترانسبوز في الـ A انفرس. هنعمل ايه؟ هنستخدم خواص المحددات، سالب 2 الـ A تربيع في الـ A ترانسبوز في الـ A ماينس 1. قلنا السالب 2 او الرقم بيطلع بره المحدد بالسايز الخاص به المصفوفة. طيب هي المصفوفة كانت كام في كام؟ كانت زي ما انتوا شايفين 3 صفوف في 3 اعمدة، يعني معنى كده ان الـ N بتاعتي بتساوي 3، فالرقم اللي هو سالب 2 يطلع سالب 2 أس 3. وبعدين ده ضرب، وقلنا المحدد بيتوزع على الضرب، يعني هيديني محدد الـ A تربيع كده في محدد الـ A ترانسبوز في محدد الـ A انفرس. محدد الـ A تربيع اللي هي بتساوي محدد الـ A كلها أس 2، محدد الـ A ترانسبوز اللي هي بتساوي محدد الـ A، محدد الـ A انفرس بتساوي 1 على محدد الـ A، وطبعا ما ننساش السالب 2 أس 3. طيب مش ملاحظين دلوقت ان دي ممكن تطير مع دي؟ طبعا واحدة في البسط واحدة في المقام. طيب محدد الـ A تربيع بكام؟ هو محدد الـ A لوحده كان سالب 1، يبقى سالب 1 الكل تربيع، مضروب في سالب 2 الكل أس 3، سالب 1 تربيع اللي هو 1، طيب وسالب 2 أس 3 هتديني سالب 8، يعني الناتج النهائي يطلع كام؟ هيطلع سالب 8. وبكده بتنتهي التمارين الخاصة بالمحددات. شكرا، سلام عليكم.